قد نعتقد أن السلل يضرب إلا الأمم الفقيرة أو الفقراء، لكن لا أحد آمن، فقد تحصل الإصابة في أي مكان ولأي شخص على الإطلاق، حتى الذين يتمتعون بحالة جسدية ممتازة. لا تعرف تريسي أنها مصابة على غرار العديد من ضحايا السلة، وهي الأولى ضمن دائرتها الضيقة في التقاط شكل جديد ومميت للوباء. إنما الكثيرون سيتبعونها. إحدى الصفات الرهيبة للسل أنه قد يستغرق إدراك الناس أن ثمة تفشيا حاصلا عدة أشهر. يستطيع الوباء أن يختبئ في الجسم لعقود من الزمن، وهذا أحد أسباب حجم انتشاره العالمي. في الوقت الحاضر مليارا نسمة، ثلث سكان الأرض مصابون بالمايكوباكتيريوم توبيركوليسيس، أي جرثومة السل التي تقتل سنويا حوالي 1 مليون شخص. مع ذلك وفي أصقاع عدة من العالم يخطئون باعتبار السل وباء من الماضي. إنه الوباء الأكثر فتكا في العالم، لكن لا أحد يكترث له. البروفيسور لي رايكمان هو المدير التنفيذي للمركز الوطني للسل في كلية نيو جيرسي للطب. ما الذي يهتمون له؟ السارس الذي قتل ما مجموعه 813 شخصا، وحمى ماربرغ النافذة في أنغولا قتلت حوالي 250 شخصا. إنهم يتشوقون لذينك الوبائين، ولا أستطيع أن أفهم لماذا السل القابل للتفادي والعلاج والشفاء، إن أولي الاهتمام والجهد يسمحون له بقتل آخرين وبأعداد كبيرة جدا. حتى وقت قريب قلة هم الذين استخفوا بالمفاعيل الموهنة والمميتة للسل. فعلى مر التاريخ المسجل كان اكتشاف إصابة إنسان بالسل يعني الحكم عليه بالإعدام. إن الوباء يلتهم الجسم من داخله، إنه يقضم ببطء وثبات الأنسجة الحية. إن السل تسببه بكتيريا صدرية تعرف بالعصية، تلك العصويات صغيرة جدا ولا تراها العين المجردة، لكنها ليست بالغة الصغر كالفيروسات، فيمكن عادة أن نراها بمجهر جيد. وهذا ما حصل في القرن 19 عندما لاحظ العلماء أن السلة تتسبب به أشكال حياتية بكتيرية تنتقل من إنسان إلى آخر. ونظرا لغياب العقاقير الضرورية لقتل تلك الجراثيم، أقدمت السلطات الصحية في كل أرجاء الأرض على عزل الراشدين والأطفال المصابين عن عامة الناس، وقد وضعوا في مستشفيات مختصة سموها المصحات، حيث انتظروا أشهرا أو سنوات استعادة عافيتهم أو الموت. ونسبة الفئتين متناصفة. كيف هي أحوال من يصاب بالسل؟ البحاثة الأسطوري في مجال السل الدكتور جاك جروسيت يعرف ذلك. فعندما كان طالبا في فرنسا نقل مريض إليه شكلا من الوباء مقاوما للعقاقير. برأيي هو شبيه قليلا بمرض الأيدز. كنت أقول بالفرنسية إن السماء هوت على رأسي، حسبت أن حياتي انتهت. دخلت المصحة التي كانت في ذلك الوقت أشبه بالسجن، وكنت في 24 من عمري، وقال لي المدير إن المستقبل أصبح ورائي، وإنني لو نجوت فيجدر بي العيش بروية والعمل بنصف دوام فقط. وفي فرنسا في ذلك الوقت عندما أصبت بالسل كانت هناك 100,000 إصابة سنويا، قضى نصفهم نحبا، لذا لم أكن وحدي، لكنني سعيد للغاية بالبقاء. لقد حلفه الحظ، فبعد أن استأصل الجراحون الأنسجة الموبوءة من رئتيه ولى السل إلى غير رجعة، فتعافى جروسيت وكرس حياته لإيجاد علاج للوباء. وبدا انه تم التوصل الى علاج في العام 43 عندما طور اول عقار مضاد احيائي يكافح السل. اخيرا اصبح للطب وسيله لمقارعه الطاعون الابيض،
لكن السل عينه وإن واجهته بمضاد أحيائي واحد فهو يتحول إلى أن يطور مقاومة للعقار. وبحلول الستينيات تبين للأطباء أن على المصابين تناول عدة أصناف من العقاقير يوميا وطوال 6 أشهر للقضاء على العدوى. وعلى مر السنوات 30 التالية تراجع عدد الإصابات بسرعة في الدول النامية، وكان السل في طريقه إلى الزوال، أو هذا ما اعتقده كثيرون. في الواقع ثمة الكثير للدراسة في مركز جونز هوبكنز للأبحاث المتعلقة بالسل، والدكتور ريتشارد تشيسون هو مدير المركز. عندما كنت طالبا في كلية الطب ساد الافتراض بأنه تم القضاء على السل وكل معرفة ضرورية عنه توفرت، كذلك الأمر بالنسبة إلى العقاقير الضرورية للسيطرة عليه، وأن أمره انتهى. وتبين أن ذلك الاعتقاد كان خاطئا، فالسل لم ينتهي. ليس لدى هذه المرأة ما يدعوها إلى الاعتقاد بأن الطاعون الأبيض بداخلها، فمن الأسهل كثيرا إلقاء الملامة بسعالها على أسباب أخرى. علي الإقلاع عن التدخين. لا يفرق السل بين المستويات الاقتصادية والاجتماعية أو الوظائف أو الدراسة، يمكن لأي كان الإصابة بالسل. ويبدو أن ثمة مفهوما سائدا بأن الفقراء والأقليات وحدهم يصابون بالسل، وهذا اعتقاد خاطئ. إذن كيف تصاب امرأة ثرية في بيفرلي هيلز بالسل؟ لمعرفة الأجوبة علينا متابعة حلقة الأشخاص الذين تراهم يوميا. إن السل يعتمد على النشاطات الجماعية لينتشر ويزدهر، فمن الصعب التقاطه من غريب أكثر من الإنفلونزا. على سبيل المثال، لنفترض أن رئتي هذه الصهباء تحويان إصابة نشطة بالسل. عندما تضحك أو تغني أو تسعل أو تعطس، فإن قطيرات صغيرة من اللعاب الموبوء تتطاير من فمها وتنتشر في محيطها. إنما يتطلب عادة تجذر العدوى التعرض المستمر لأيام، وهذا لا يصح دائما، فالبعض ولأسباب مجهولة لديهم استعداد كبير للإصابة بالسل، والبعض أصيب بالعدوى في ساعات معدودة. لكن في هذه الظروف في الخارج وفي يوم مشمس ودافئ، فإن فرصة الإصابة ضئيلة، فأشعة الشمس تقتل البكتيريا في الهواء كما في هذه القهوة. إن 10% فقط من ملتقطي السل يمرضون. مع ذلك فإن الخطر كبير، لأن السل يستطيع أن ينام في الجسم لعقود من الزمن إلى أن يوقظه شيء ما، وإن لم يعالج المصاب فالموت محتم بنسبة 50%، وهذا مع السل العادي. فاليوم انتشرت سلالات جديدة في أنحاء الأرض، سلالة تعجز العقاقير عن القضاء عليها. إنها كارثة صحية عالمية تحدق بنا جميعا، وهذه المرأة قد تكون هي حاملة سر التفشي القتال التالي. إن السل هو وباء جماعي، وهو ينتشر في الأماكن العامة كمثل المدارس والمستشفيات والمباني المكتبية. إن الجرثومة تزدهر في الغرف المظلمة ذات الهواء الراكد، وهي تستطيع أن تطفو في الهواء لساعات. والآن هي هنا في صالة العرض، حيث يشاهد صانعو فيلم مغامرات بعض لقطاتهم خلال الأسبوع. تريسي موجودة هنا برفقة زوجها منتج الفيلم، وزميلة تريسي في تمارين اليوغا تؤدي دورا في الفيلم، لذا جلست مع المخرج. ظاهريا يبدو كل شيء طبيعيا، لكن الطاعون الأبيض ينتشر في أرجاء الصالة. لا تتطلب العدوى سوى ما بين 8 و10 من العصويات، وسعال تريسي ينثر الآلاف من الجسيمات المعدية. إن تعرضوا بشكل كاف لها فقد تنتقل العدوى إليهم جميعا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يمرضوا جميعا، فقد عاش وباء السل آلاف السنين لأنه يقتل ببطء، ما يمنحه الوقت للفرار للعثور على ضحية جديدة. فإن قتل السل حامله فهو يموت بدوره. ومن أجل البقاء تطورت العصويات إلى شكل يعيش داخل أبداننا،
ويحجر عليها عادة جهاز مناعتنا. على سبيل المثال، راقبوا ما يجري داخل بدن المنتج. إنه يتنشق بكتيريا السل، وعندما تهبط العصية في الحلق تبحث عن موقع دافئ لتستريح داخل رئتيه. لن تلبث البلاعم أن تكتشفها، وهي خط الدفاع الأول للكريات البيضاء العائدة لجهاز المناعة. البلاعم تكنس وتمتص الجسيمات الدخيلة من أبداننا، لكن القوقعة الحامية والسميكة حول عصية السل لن تتداعى، فتنتقل البلاعم إلى الخطة البديلة، تحيط موقع الالتهاب وتضع قوقعة صلبة تسمى دورينا. الآفة التي تتحدر منها عبارة تدرن. تبقى العصويات حية لكنها محتجزة، ولا يمكنها الانتشار في أرجاء الجسم، ولا تستطيع الانتقال إلى أشخاص آخرين، وهذا يسمى إصابة كامنة. يعيش الكثيرون لعقود مع العصويات الكامنة أو حتى نهاية عمرهم بدون أي مشكلة، لكن الدورينة هي قنبلة بيولوجية موقوتة. تستغرق عصية السل يوما كاملا للتكاثر، ويمكن أن تمضي سنوات وعقودا بدون أي تكاثر، ثم وبعد 30 سنة من آخر تكاثر لها تؤدي انشطارا من جديد. إن أمراض الرئة هي الأشكال الأكثر شيوعاً للسل الفاعل والأسهل لكشفه، لكن يمكن للسل أن يثبت جذوره في أي مكان من الجسم. هذه المرأة لا تعرف أنها وقعت أيضاً ضحية القاتل الكامن، فهي مصابة بالسل الفاعل، إنما ليس في رئتيها. عندما يكون جهاز المناعة ضعيفاً، تخفق البلاعم في احتواء البكتيريا، ويمكن أن تحمل السل عبر الشرايين إلى أجزاء أخرى من الجسم. هذه المخلوقات النهمة على استعداد لأن تتغذى وتتلف أي نسيج أو عظم في الجسم بغية بقائها حية. أنا لا أعرف كم أدني نفسي بالتمارين، لكنني لا أمارس سوى رياضة اليوغا. لقد شعرت هذه الممثلة مؤخرا بآلام في الظهر، وهي تلقي باللوم على اليوغا والإفراط بشرب القهوة، لكن الحقيقة أسوأ بكثير، فهوسها بوزنها قد أرهق جهاز مناعتها إلى أقصى الحدود، وقد استقر السل في عمودها الفقري، ومع قضم العصويات لفقراتها أصبحت مخرمة وتشبه الإسفنج أكثر من العظام، وفي النهاية ستصبح أضعف من أن تحمل وزن جذعها، فتسحق الفقرة، وهذا الضرر لا يمكن عكسه. وما لم يتم اكتشاف علتها قريبا، ستصبح هذه الممثلة الصاعدة حدباء بعد سنوات. كيف أصيبت بالعدوى؟ ومن هو مصدر هذا الانتشار؟ المصدر ليس تريسي. هذا الرجل هو المسؤول، يسمي نفسه راما، وهو يدرس اليوغا لخمسة أيام في الأسبوع لمقيمين في بيفرلي هيلز. في الماضي كان راما عاملا في مرأب للسيارات يدعى دوغ، وقد غيرت حياته سلسلة رحلات إلى مخيمات التدريب على اليوغا في الهند، إنما لم تكن كل التغييرات إيجابية. ففي مكان ما من تلك الأمة الشاسعة اجتاحت جسمه مجموعة من الجرثومة الفطرية للسل. يعيش في الهند أكثر من 1 مليار نسمة، وهم يعيشون في منطقة مساحتها لا تتعدى ثلث مساحة أمريكا. إن الظروف العيش هنا مثالية لتفشي الأوبئة، بالإضافة إلى أزمة في قطاع الصحة العامة، فالملايين من الفقراء لا تتوفر لهم الخدمات الأساسية، وربما نتج عن ذلك إصابة أكثر من 40% من سكان الهند بالسل.
هنا يسجل سنويا مليونا إصابة جديدة، والبلد في سباق مع الزمن، كما أن الهند تضم كذلك 10% من مجمل المصابين بالأيدز في العالم. وكما سنرى لاحقا، فإن السل وقصور المناعة المكتسبة شريكان في القتل. أنصار اليوغا يدعون أن التنفس السريع الوتيرة قادر على تطهير الرئتين، لكن في هذه الحالة فإن له التأثير المناقض. كلما مارس راما نفس النار فهو يلفظ سحبا من البكتيريات المعدية. إن أشعة الشمس وتهوئتهما وسيلتا دفاع جيدتان ضد السل، لكن أي منهما ليس موجودا في قاعة التدريب المظلمة والفاسدة الهواء، حيث تطفو العصويات في الهواء كمثل الغبار. إن جدرانا سميكة وحامية تحيط بالخلايا البكتيرية، والجرثومة الفطرية للسل لها جدار أسمك من معظمها، وهي تحميها من جهاز المناعة ومن اليباس، لذا فهي تستطيع البقاء حية خارج الجسم ومعدية لأشهر. بعد 4 حصص في الأسبوع على مدى أشهر، انتشر السل في أجسام جميع هؤلاء، وهو ليس سلا عاديا. فمع كل نفس ينشر راما سلا متعدد المقاومة للعقاقير. إن السل MDR هو شكل مميت جديد لوباء قديم ولم يكن موجودا قبل العام 44. إنه من صنع الإنسان، إنه النتيجة المباشرة للسلوك البشري السيء، كمثل سلوك راما. خلال وجوده في الهند بدأ راما يسعل دما، وقد راجع طبيبا محليا شخص إصابته بالسل وأعطاه سلسلة ناجعة من المضادات الأحيائية. وخلال أيام شعر بالتحسن، وعندما عاد إلى كاليفورنيا بعد عدة أسابيع ترك عقاقيره ظنا منه أنه شفي، لكنه فاقم حالته. نظرا لعدم إكمال علاجه، خلق في جسمه سلالة جديدة من السل المقاوم للعقاقير. عندما لا يتناول المريض العقاقير 4 أو 5 التي يحتاج إليها، أو إن لم يتناولها طيلة 6 أشهر، فإن السل الذي لم يقضى عليه يطور مناعة خاصة به. لماذا؟ لأن كل الكائنات الحية مبرمجة على البقاء. بإمكان المضادات الأحيائية أن تقضي بسرعة على غالبية السل في الجسم، لكن بعض الجراثيم تتطلب وقتا أطول. وإن توقف المصاب عن تناول العقاقير قبل القضاء على كل العصويات في جسمه، فإن الجراثيم تستطيع التحول إلى شكل أصلب يمكنه مقاومة مضاداته. والأسوأ من ذلك أن هذا السل الأقوى يستطيع الانتقال إلى أشخاص آخرين. أول مضاد أحيائي البنسلين أنتج عام 29، ومنذ ذاك الحين تم تطوير عدد كبير من المضادات الأحيائية لعلاج مروحة من الأمراض الخطيرة. وفي السنوات الأولى ابتكر العلماء مضادات أحيائية جديدة بأسرع من تطوير الفيروس مقاومة لها، لكن كل هذا قد تغير. فيعتقد البعض الآن أن المتعضات المجهرية قد سبقتنا، وأن خياراتنا لعلاجها قد تضاءلت. العديد من جراثيم المستشفيات ذات المستوى المتدني أصبحت الآن قادرة على مقاومة شتى المضادات الأحيائية والجراثيم الخطرة، كمثل سل MDR تستطيع مقارعة أي دواء نستعمله ضدها. إن عمليات التفشي الكبير للسل قد تسارعت وتيرتها مؤخرا. واحدة من أولاها حصلت في مطلع التسعينيات في مكان لم يتوقعه أحد، نيويورك. نيويورك القلب الاقتصادي النابض لأمريكا الذي ينعم بعناية طبية من الدرجة الأولى. إذا ماذا حصل؟ الدكتور لي رايكمان من كلية الطب في نيو جيرسي كان هناك. لقد تم تفكيك برنامج ضبط السل في مدينة نيويورك لأن الحكومة الفيدرالية بحكمتها قررت أن السل لم يعد مسألة مهمة، فحولت الأموال إلى برامج أخرى. لذا أوقفت برامج كان الغرض منها معالجة هؤلاء المصابين،
وقد حصلت زيادة هائلة في عدد سلالات السل المقاومة للعقاقير. فخلال أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات 20% من إصابات السل في مدينة نيويورك كانت مقاومة للعقاقير، وهذه كانت كارثة. ما يثير السخرية أن مستشفيات نيويورك ساعدت على نشر السل المقاوم للعقاقير بين المواطنين، ففيها عدد كبير من الناس المصابين بالوباء المقاوم للمضادات الأحيائية أمضوا فترات طويلة يتشاركون الهواء في غرف مقفلة. العديد من المرضى أصيبوا بالسل بهذه الطريقة، كذلك الأطباء والممرضات وعاملون آخرون في القطاع. كان التفشي في نيويورك تطورا منذرا بالشؤم، ففي حال استطاع التفشي هنا يمكن أن يتفشى في أي مكان. طلب أطباء الأوبئة اتخاذ خطوات دراماتيكية، فقد علموا أنه عندما يتطور السل المقاوم للعقاقير فمن الصعب علاجه، وبغية سحقه عليك القضاء على السل العادي قبل أن يطور مقاومة للعقاقير، وهذا يعني التأكد من تناول المصابين بالسل لعقاقيرهم في الأوقات المحددة، وهذا أصعب مما يبدو. إن تناول العقاقير هو تصرف بشري خارج عن المألوف، لذا لا يجدر بنا الاعتماد على الناس بأن يتناولوا طوعا وبفرح أدويتهم، فهذا لا يحصل أبدا، وفي أي مكان من الصعب جعل الناس يتناولون الأدوية، لذا فإن العلاج تحت المراقبة هو مقاربة تضمن علاجهم وشفاءهم. العلاج تحت المراقبة المباشرة المعروف بدوتس يبدو أفضل أمل لدينا لردع السل المقاوم للعقاقير، فيطلب من مرضى السل تناول عقاقيرهم أمام عاملين في القطاع الصحي كل يوم وطيلة 6 أشهر. لا يوجد عهد شرف ولا جدال، إما أن تتناول العقاقير أو توضع في الحجر. بعد تفشي العام 93 جعلت أمريكا من مقاربة دوتس النظام الأساسي للعناية بمرضى السل، والآن يعتمد في كل أرجاء العالم. فالصين أطلقت مؤخرا برنامج دوتس بشكل مكثف وفعال لاحتواء السل في محافظاتها الريفية، لكن العديد من الأمم لا تملك لا المال ولا البنى التحتية لإطلاق هذه الحملات. إن الأراضي التي كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي السابق تعاني أزمة عناية صحية تهدد آسيا وأوروبا وفي النهاية العالم بأسره. كان الاتحاد السوفيتي دولة توتاليتارية قمعية، لكنه نجح في مجال واحد على الأقل. كان لديه نظام عناية صحية عالمية بالغة التنظيم، لكن رافق تداعي الشيوعية انهيار العناية الصحية. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 91 رحل العديد من الأطباء والعلماء وتوقف تمويل المستشفيات والمستوصفات. بين العام 90 و94 تراجع معدل عمر الرجال في الاتحاد السوفيتي السابق من 64 إلى 57، وهو المعدل الأدنى بين كل الأمم النامية. إن السجون الروسية هي مركز التفشي، فهي مكتظة وزهيدة التمويل، فهي خزانات للسل المقاوم للعقاقير. فسجين واحد من بين كل 10 مصاب بالسل الفاعل، وربعهم مصاب بالنوع المقاوم. إن كنت في زنزانة في روسيا خلال الشتاء في تاسك في سيبيريا، حيث النوافذ محكمة الأقفال وفيها 30 أو 40 سجينا بوجود 10 أسرة فقط، وهم يتناوبون على النوم وجميعهم يتنفسون ويسعلون لأنهم يدخنون، إضافة إلى الرطوبة العالية، وإن كان أحدهم مصابا بالسل فبحلول نهاية السنة سيصابون جميعا بالسل. كل سنة يفرج عن 300,000 سجين من السجون الروسية، وجميعهم تقريبا كانوا عرضة للسل، وغالبا ما يكون النوع المقاوم. ولهذه الكارثة الصحية ارتكاسات عالمية، لابد من أن بعض المصابين غادروا روسيا سعيا إلى حياة أفضل في مكان آخر. وقد كان هؤلاء المهاجرون مصدر موجات تفشي السل في العالم، وإن لم يكن ذلك سيئا كفاية فلن تلبث الأوضاع أن تزداد سوءا. أحد الأشياء التي لم تحصل بعد في روسيا لكنها على وشك الحصول هو بروز وباء مطور المناعة المكتسبة، فهو بالنسبة إلى السل أشبه بعود الكبريت والوقود، والسل سينتشر بالطول والعرض. كان بإمكان البشر وقف عملية القتل العالمية التي ينفذها السل، لكننا عوضا عن ذلك جعلناه أقوى، فقد تحالف الآن مع جرثومة الـ HIV المسببة لقصور المناعة المكتسبة. الرابط المتنامي بين القاتل القديم السل والقاتل الجديد الـ HIV يهدد مليارات الناس،
والآن هذه اللكمة المزدوجة على وشك أن تصيب لوس أنجلوس. يقيم في لوس أنجلوس حوالي 10 ملايين شخص، إضافة إلى 1 مليون آخر من المهاجرين غير الشرعيين والعابرين، و18% منهم يعيشون تحت خط الفقر، لكن عدد أصحاب الملايين فيها هو أكثر منه في أي مدينة أخرى. في حال تفشي السل المقاوم للعقاقير هنا، فقد يواجه الجميع الخطر، لكن السل أظلم مع المعانين، لا سيما المصابين بالـ HIV المسبب لقصور المناعة المكتسبة أو الأيدز. أصبح السل الآن القاتل رقم 1 للمصابين بالأيدز. في حال تفشى السل المقاوم للعقاقير بين جماعة الأفلام في هوليوود، فلا يتأخر في إصابة أحد المعانين من الأيدز. يقدر عدد المصابين بالجرثومة في لوس أنجلوس بحوالي 16,000. وكمثل الكثيرين الذين لا يعرفون أنهم مصابون بالسل، فإن العديد من المصابين لا يعرفون بوجود الجرثومة في أبدانهم. قلت لك إننا سننهي الفيلم. قد يتفشى السل المقاوم للعقاقير ببطء وبتخف، ويبقى وجوده مكتوما لأشهر، ويتمتع بحرية الانتشار بين العاملين في كل من غرف هوليوود المظلمة. أناس كمثل هذا المنتج احتضنت أجسادهم بكتيريات السل الكامنة منذ مدة. أخيرا فإن عادته في الشرب والتدخين والإجهاد أضنت جهاز مناعته. إن الجرثومة الكامنة في صدره تقدم سجنها الدرني. الكتلة التي تشبه الجبن الأبيض هي بكتيريا ممزوجة مع بعض بقايا البلاعم. عصويات من البكتيريا المتصلبة أصبحت الآن طليقة. يحاول بلعم التهامها، يحاول ويفشل. عوضا عن ذلك يتحول البلعم إلى عامل تسليم، فيحمل العصويات إلى أعماق الرئتين. ومع تكاثر البكتيريا تتكرر هذه العملية حتى يصاب المنتج بإصابة كاملة من السل المقاوم للعقاقير. أعياؤه سيتفاقم تدريجا، لكنه الآن معدن، وهذا نذير شؤم للجميع، لا سيما بالنسبة إلى هذا المؤلف. إنه مصاب بالـ HIV. جهاز المناعة، وهي واحدة من أقوى دفاعات أبداننا. يتعلق الفيروس بالخلايا البيضاء وينصهر معها، وعندما يخترق قوقعة الخلية البيضاء يحملها الـ HIV شفرته الجينية، شريطا من حمض الريبونيوكليك المعروف بالـ RNA. خلال تنقله يصنع الـ RNA صورة مطابقة له، وعندما يجتمع الأصلي والنسخة يكونان الحمض النووي أو الـ DNA، الحلزونة المزدوجة التي تشكل التصميم الأصلي للحياة. ولكي تخترق أكثر دفاعات الخلايا، تختبئ خلف مكوك بروتيني للخلية البيضاء وتستقله إلى قلب الخلية إلى النواة. لدى دخولها النواة تقبض على مقاليد وظائف الخلية البيضاء وتحولها إلى معمل لإنتاج الـ HIV. تنطلق فيروسات الـ HIV من معملها سعيا إلى غزو خلايا جديدة، وهي تسرق أجزاء من قوقعة الخلايا البيضاء في طريقها. وإن أصيبت الخلية البيضاء بثقوب كثيرة تموت، وإن مات عدد كبير من الخلايا البيضاء يقضى على جهاز المناعة.
يحمل البشر حوالي 1000 خلية بيضاء في كل مليمتر مكعب من الدم، وعندما يتضاءل عددها إلى أقل من 200 لا يعود الجسم قادرا على مقارعة الالتهابات وأي شيء يستطيع قتله. وفي تلك المرحلة يصبح مصابا بقصور المناعة المكتسبة. حتى الآن لا يوجد علاج شاف، لكننا أحرزنا تقدما كبيرا. الدكتور روبرت سكوت افتتح عيادته الطبية في أوكلاند في كاليفورنيا في أواخر السبعينيات لدى بداية تفشي الإيدز، وقد شهد الموجة في أسوأ مراحلها. شكل إيجاد العقاقير تحولا مذهلا. لم يعد يعتبر الـ HIV أو الإيدز حكما بالإعدام. عوضا عن ذلك، ولدى كشفه باكرا وعندما يتلقى المصابون العناية إن استطاعوا تحمل العقاقير وتناولها، فيمكن للمصاب أن يعيش عمره العادي. لذا فإن الـ HIV أصبح وباء مزمنا كمثل ضغط الدم المرتفع أو السكري، والتي يستطيع المصاب بها أن يعيش عمره كاملا مع العلاج المناسب. لدى سكوت مجموعتان من المرضى، أهالي أوكلاند وأهالي زيمبابوي البلد الذي يتناهش أهله الفقراء الإيدز والسل. تعتبر زيمبابوي واحدا من أكثر بلدان العالم تفشيا بالإيدز. 20% من الراشدين فيها مصابون، وضمن بعض الجماعات تبلغ نسبة الإصابة حوالي 80%. في هذا البلد الغني بالموارد يعيش 3 أشخاص من أصل 4 في الفقر، ومعدل العمر يتضاءل، وقريبا سيكون من النادر أن نجد أحد أبناء البلد قد بلغ سن 40. إن اللكمة المزدوجة للسل والـ HIV قوية بشكل خاص، ومع التهام الـ HIV السكان ممهدا الطريق للالتهاب، فإن السل يتسلل إلى الجسم ويجهز عليه. لقد زادت الإصابات بالسل هنا لأكثر من 600% عندما ظهر الـ HIV. في أفريقيا حيث لدي حوالي 450 مصابا بالـ HIV، فإن نصفهم قد راجعوا الطبيب لإصابتهم بالسل، ما دفع به إلى أن يجري لهم فحص الـ HIV. إن للأفارقة الذين ضربهم الفقر والـ HIV استعدادا كبيرا للإصابة بالسل، لكنهم ليسوا وحدهم، فإن المزيج الفتاك بين الـ HIV والسل المقاوم للعقاقير يهدد العالم برمته. يعمل المؤلف ليلا نهارا مضنيا جهاز مناعته الضعيف أصلا، ومع تأجيله تلقي العلاج يقضم السل جدران رئتيه، ومع الوقت ستمتلئ تلك التقرحات بالقيح والدم ومئات الملايين من البكتيريا. سيجد صعوبة في التنفس بشكل مضطرد. في هذه الأثناء ومع تفاقم سعالها، راجعت زوجة المنتج أخيرا الطبيب الذي لم يستطع فهم علتها، فالسل لا يظهر في فحوص الدم العادية. إنه بحاجة إلى فحص جلد أو نخامة ليكشف العصية. إن الأقل ترجيحا لالتقاطهم عدوى السل هم الذين يستغرق طويلا تشخيص إصابتهم، لأنه لا يتبادر أبدا إلى أذهان أطبائهم أنه السل. يفكرون في كل شيء آخر أولا، وتنقضي أشهر قبل أن يفكروا أخيرا بأنه قد يكون السل. إن مهاجرا متشردا من أمريكا الوسطى يتعاطى المخدرات بالحقن وهو مصاب بالإيدز، تشخص إصابته بالسل في غضون أيام. عاجلا أم آجلا سينجح أحدهم باكتشاف الحقيقة، وربما ينقذ حياة هذه المرأة. إن أصيبت بالسل العادي سيكون علاجها سهلا، فما عليها سوى ابتلاع حفنة من الأدوية الرخيصة طوال 6 أشهر. لكن السل المقاوم للعقاقير يتطلب 2 سنين من العلاج الكيميائي السمي المكثف، وهي مدة علاج تفوق مدة العديد من أنواع السرطان، وهو باهظ الكلفة ونجاحه غير مؤكد. فثم تأمل في الشفاء نسبته 50%. إن التفشي المتزايد للسل المقاوم للعقاقير مقلق بشكل خاص، لأنه لم يحرز ضده إلا تقدم بسيط. إن الباحثين في مجال السل يحاولون، لكن الأموال والقدرات التي يحتاجون إليها لصنع لقاحات ومضادات أحيائية تفوق قدراتهم. تستطيع شركات الأدوية تخصيص تلك التوظيفات، لكنها ليست أولوية لديها. إن تطوير مضادات أحيائية بشكل عام هو مجال يعاني الإهمال الآن، والكثير من عمليات تطوير المضادات الأحيائية أنجزها علماء جراثيم اعتمدوا على الحظ، وبما أن الحظ حالفهم فمن الصعب أن يبقى إلى جانبهم الآن.
فشركات الأدوية تميل إلى إنتاج دواء لمكافحة البدانة أكثر منها إلى دواء مضاد للسل، لأن سوق أدوية البدانة أكبر وأغنى من سوق المضادات الأحيائية. في غياب علاجات جديدة فإن المفتاح هو في تفادي تفشي الوباء. لقد بحث العلماء عن لقاحات وقائية طوال قرن، لكن حتى الآن لا يوجد إلا واحد هو الفي سي جي، وهي معادلة اخترعت عام 21، لكن العديد من البلدان لن تستخدمها لأنها ليست فعالة إلا لدى 5% فقط من الذين يتلقونها. إن جهاز المناعة يحقق نجاحا بنسبة 90%، وإن كان لدينا لقاح لوباء معدن كالسل بفعالية نسبتها 90%، فسنطير فرحا. وجهاز المناعة هو أشبه باللقاح الرائع، فكيف يمكنك أن تحسن مفاعيل جيدة أساسا؟ على خلاف السل، فإن دفاعات الجسم بلا حول ولا قوة أمام الـ HIV. جهاز المناعة الذي يستهدفه الفيروس يتعرض للخطف، فيصبح ملجأ لإنتاج المزيد من فيروسات الـ HIV، وعدم تلقي العلاج يعني الموت المحتوم. لقد تم إصدار الحكم على المؤلف. سننقلك إلى الطبيب بعد إنهائك العمل، فأكمل عملك. انهار أخيرا ونقل إلى المستشفى بسرعة، إنما بعد فوات الأوان. فالجرعة المزدوجة من الـ HIV والسل المقاوم للعقاقير جعلت رئتيه تتفسخان. إنه الخسارة الأولى التي أوقعها وباء متخف يكاد يبرز إلى مركز الضوء. يموت يوميا في لوس أنجلوس ما معدله 164 شخصا. غالبية تلك الوفيات لا تخضع للتحقيق. في حال كان المتوفى فقيرا ويعاني من مشاكل متعددة، فإن موته لن يثير الشبهات. لكن عندما يموت شخص لا يقف على هامش المجتمع، فمن المرجح أن يريد شخص ما في مكان ما أن يعرف السبب. وفي هذه الحالة طلبت أسرة شاب محزونة تشريح جثته. وعندما وصلت النتائج، ستقرع صفارات الإنذار في كل أرجاء مقاطعة لوس أنجلوس، حتى أنها ستسمع في عالم الاستعراض. فكل من احتك به المتوفى خلال الأشهر القليلة الماضية سيخضع لفحص السل، إضافة إلى جميع الذين احتكوا بهم أيضا. والهدف هو العثور على كل من يمكن أن يكون مصابا بالعدوى لمنع الوباء من الانتشار. إن صمدت هذه السلالة من السل المقاوم للعقاقير لأشهر، فقد يكتشفون عشرات ومئات الإصابات الفاعلة من السل المقاوم للعقاقير. العديد من تلك الإصابات ستقع في صفوف المبدعين في هوليوود، لأن السل هو وباء الجماعات. جميع مدبرات المنزل والمساعدين الشخصيين والمحيطين بالمنتج وزوجته يمكن أن يكونوا قد أصيبوا بالعدوى. يكتشف المخرج أنه مصاب بعد أن عانى من آلام مبرحة في الرأس والغثيان. إنه مصاب بسل السحايا، سل الدماغ. إنه ليس معديا، لكنه صعب الاكتشاف ورهيب المفاعيل. مع تكتل البكتيريا داخل مادته الرمادية تتسرب السوائل المخية، فأي زيادة ضئيلة في كمية السوائل داخل الجمجمة يمكن أن تعصر الدماغ وتسبب إتلاف أجزاء منه، وقد ينجو بعد سنتين من العلاج الكيميائي. ماذا عن راما مصدر الانتشار؟ ما إن ظهر موظف دائرة الصحة، حتى استقل راما الطائرة التالية إلى الهند من أجل إنعاش روحي هو بحاجة ماسة إليه، ليسبق بخطوة المحامين الذين يعرف أنهم سيلاحقونه. وبعد أشهر تأخذ الطبيعة مجراها.
هذا هو العالم المتخيل، لكن موجات الانتشار الحقيقية للسل المقاوم للعقاقير تحصل باستمرار، ويتفق الخبراء على أنها ستستمر في الحصول إلى أن نجد لقاحات جديدة أو أدوية جديدة أو فترات علاج أقصر. من المشين أن الوباء الذي يقتل أناسا أكثر من غيره ما زلنا نعتمد له تشخيصا ابتكر عام 1890، ونعتمد على أدوية للسل آخرها أنتج في أواخر الستينيات، وما زلنا نعتمد على لقاح غير فعال. بعض المصابين لديهم عصية تقاوم كل أنواع المضادات الأحيائية، وهم بحاجة ماسة إلى مضادات أحيائية جديدة، وإلا فسوف يموتون. إن استطعنا علاج الناس في يوم واحد وبجرعة واحدة فهذا سيكون مثاليا، لكن حتى لو استطعنا تقليص فترة العلاج إلى شهرين أو ثلاثة فهذا سيكون أسهل بكثير. إن التقدم الذي أحرز في مجال أدوية السل بطيء، لأن الجرثومة ذاتها تنمو بوتيرة أبطأ من العصويات المتعددة الأخرى، وهذا يتيح أفضلية غير عادية، فتجارب الأبحاث على السل قد تستغرق أشهرا أو أياما. إنما على خلاف السل فإن البشر لا يمكنهم أخذ كل وقتهم، علينا مكافحة هذا الوباء قبل أن يزداد قوة شكله المقاوم للعقاقير. يشعر خبراء السل بإلحاح يغفل آخرون عنه، لأنهم يخشون من أن المزيد من موجات التفشي في العالم للسل المقاوم للعقاقير تلوح في الأفق، فقد نظروا إلى مستقبلنا المليء بالمزيد من الHIV لتغذية محرك السل، عالم حيث يسافر الجميع ولا أحد يتحلى بالصبر ليتلقى العلاج لأشهر أو سنوات بغية القضاء على الطاعون الأبيض، عالم حيث تظهر مضادات أحيائية جديدة بالصدفة بينما الأشخاص الذين ينتظرونها يتآكلون من الداخل. إنها ليست رؤية مفرحة، إنما ليس بالضرورة أن تنتهي الأمور على هذا النحو، فإن جهدا جماعيا مكثفا لصنع أدوية جديدة لمكافحة السل المقاوم للعقاقير ولسحق الوباء حيثما يبرز يمكن أن يوقف الطاعون الأبيض مكانه، كما أنه يجعل العالم أكثر أمانا للأعداد المتنامية بسرعة من المصابين بالHIV. ما علينا تذكره جميعا عندما نشعر بالرضا عن أننا في بلاد لديها برنامج جيد للسيطرة على السل هو أن السل وباء عالمي، وأن الطريقة الوحيدة للسيطرة على السل في أي مكان هو السيطرة عليه في كل مكان.